بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني أباء. إحنا موضوعنا الكبير شهوات الروحية، وقلنا فيها حاجات كتير: شهوة التوبة، شهوة خلاص النفوس، شهوة العطاء، شهوة المعرفة. عاوز أكلمكم عن شهوة الفرح، أو عاوز أكلمكم عن الخادم الفرحان. من الملاحظ أن في خدام كتير وشهم مش مشجع جدا. انتوا كلكم خدام تقريبا، والحقيقة بكرة في السماء هتعرفوا انه احلى لقب خدتوه في حياتكم لقب خادم، وده حاجة كبيرة قوي، بس انت مش هتحسها غير لما توصل في الاخر. لكن الخادم المظبوط لازم يكون فرحان، وهي شهوة طبيعية عند كل الناس. اي طفل عاوز يعيش سعيد، واي شاب واي بني ادم، محدش عاوز يتضايق. طبيعي نفسنا نبقى فرحانين، بس عدو الخير ما يحبش الفرح لأنه بيكرهنا. فنجح زي ما قلنا في المعرفة أنه يملى الدنيا أكاذيب ويضلمها على دماغ الناس، نجح أنه يشيع جو كآبة في العالم كله، فأصبحت الفرحة البريئة قليلة. النور بتاع الكارز أو بتاع المسيحي هو أنه فرحان وسط عالم كئيب، أنه دايما فرحان لأنه شايف حاجة غير الناس ما شايفه. تعالوا نتكلم عن الخادم الفرحان. أولا هقول ليه لازم يبقى فرحان، ليه وانت بتخدم المفروض تبقى فرحان. أول حاجة، انت بتخدم معناها إيه؟ معناها معاك خبر حلو رايح توصله للناس. انت كخادم مسيحي ما انتش اخصائي اجتماعي يعني تبع الشؤون، لا، انت معاك رسالة، كلمة انجيل يعني خبر حلو، ايفانجيليون. طب انت سلاحك وادواتك هي الانجيل، فكل خادم شايل الانجيل او شايل خبر حلو للناس، رايح للناس تقول لهم ربنا بيحبك. طب دي تخليك مكشر ليه؟ معاك خبر حلو. حد بيروح لواحد يقول له عاوز اقول لك خبر، انت طلعت الاول على المدرسة. في حد بيعمل كده؟ مش طبيعي يعني. اكيد هو بيقولها له بيبقى اكسايتد يعني، فاهمين ازاي؟ احنا كخدام ببساطة رايحين للناس نقول لهم ربنا بيحبكم، ربنا مستنيكم في السماء. ايه في الاخبار دي تخليك مكشر؟ يعني مكلف نفسك وراكب اتوبيس وناشف مطبات وطلعان عينك، وامين خدمة يقعد يتكلم معاك شد عليك، كل ده عشان تروح تقول حاجة حلوة للناس. إذا رايح تقول حاجة وحشة طب ما تقعد في بيتكم. فيبقى طبيعي الخادم لازم يكون مبسوط، زي ما تقول الآية إيه: كيف يكرزون إن لم يرسلوا، كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. كلكم اسمكم كده يعني، بين قوسين أنت خادم، بين قوسين مبشر بالسلام، أو بين قوسين مبشر بالخيرات، هي دي لقب قادم. طب يبقى لازم تكون مبسوط. ربنا يسوع في أول عظة ليه في لوقا 4، دي كانت أول عظة وعزها في الجليل في بلدياته كده، طلعوه في المجمع يغاز، اختار النص ده من أشعية عشان يقدم نفسه، وقال روح الرب علي لأنه مسحاني لإيه؟ لأبشر. أنا جاي أقول لكم خبر حلو، وكل الأخبار اللي بيقولها حلو. المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، للعمي بالبصر، أرسل المنسحقين في الحرية. يعني خدمة ابدأ بنفسك، خبر حلو هتعرفه تقرأه وتكتبه. مرة واحد من بتوع محو الأمية بيقول لي تعال اتفرج على الستات، أول ما بتقرأ سطر من الأجبية بيسيبوا الأجبية وزغراته. ما شيء مفرح صحيح. بتاع الكوتشنج، الولد اللي كان هيضيع بقى متفوق، مش ده خبر حلو؟ بتوع المشاريع، الولد اللي تايه في المجتمع بقى عنده وظيفة وبيدي عشوره للكنيسة وبقى كان محترم. بتوع حقق حلمك، الدبلوم التعبان اللي باصص في الأرض غلبان كده بقى واثق من نفسه وناجح في المجتمع، مش ده خبر حلو؟ إذن أي خدمة بنعملها هي في الآخر خبر حلو، فلازم تكون فرحان وانت رايح تقدم خدمتك. طبيعي بقى فوق ده كله اللي رايح يتوب الناس بيديهم السماء بقى، مش بيديهم نجاح في الدنيا ولا تفوق في المدرسة، ده بيديهم السماء، فطبعا مفيش أحلى من كده. تاني حاجة تخليك خادم فرحان، إن اللي بيحركك للخدمة مش أبونا، روح ربنا اللي فيك.
روح المسيح اللي فيك هو اللي مخليك خادم، والروح القدس روح فرح. الروح القدس من ثماره الفرح، ده روح ربنا يقول ليثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. مسيحنا دايما فرحان، فإذا كان روح المسيح فيك طبيعي لازم تبقى فرحان. الخادم المظبوط اللي بيقوده روح الله، طب روح الله روح مفرح، دايما كلامه معزي وكلامه مريح. عشان كده واحد زي بولس تلاقوه جوه السجن بس لأنه متبرمج على الخدمة بيقول افرحوا في الرب كل حين، وإيه وأقول أيضا افرح. يعني في كل الظروف مع كل الضغوط طول ما بتخدم لازم تبقى فرحان. انت بتشتغل مع ربنا حد طاير. تالت حاجة تخليك فرحان، الخادم أكتر واحد يشوف إيد ربنا طول اليوم. ليه؟ كل واحد فيكم في حياته خبرات شخصية بيقول أنا شفت إيد ربنا في الموقف ده. طب الخادم بيعمل إيه؟ الخادم بيتعامل مع عشرات وبيقرب منهم، فما بقتش خبرته فقط مع ربنا، بقى قادر يشوف اللي ربنا بيعمله مع الست أم فلان ومع الواد فلان ومع الرجل أبو فلان، لأنه دخل حياتهم. فبقيت بتتفرج على ربنا بشكل أكتر من العادي. انت طول النهار ناس بتقول لك ده ربنا قال وربنا عمل، وكل ما خدمتك زادت على فكرة كل ما شفت ايد ربنا اكتر. عشان كده بقول لكم زودوا خدماتكم، بس من هذا المنظور انك عاوز تتمتع بربنا اللي محصرك طول اليوم. فكل ما خدمتك زادت الحياة كل ما انت هتبقى فرحان اكتر. لما القديس بولس يقول نحن عاملان مع الله، احنا بنشتغل مع ربنا، لازم تبقى فرحان. ده انت مجرد انك بتشتغل مع شخصية مهمة بتقول بشتغل مع فلان، انت بتشتغل مع ربنا. اربعة حاجة تاني تخليك خادم فرحان، انك انت وانت بتخدم بتاخد غفران وبتدي غفران. الخادم تائب يتوب، افتكروا المعنى ده. الخادم ببساطة بني آدم تائب شغلته يتوب الناس، ما انت خاطي زيك زي اللي بتخدمهم يعني. فانت تايب بتاخد غفران وبتروح للناس تتوبهم ياخدوا غفران، وهو في احلى من الغفران. اول موضوع قلناه امبارح لو تفتكروا شهوة التوبة او شهوة الغفران، حاجة كبيرة قوي. فاكرين الثلاث معاني اللي قلناهم عن الخطية؟ قلنا دين صعب جدا بيدفع، ها مرض ملوش حاجة بيخف، موتة بتقوم منها. وفي احلى من الاخبار دي؟ يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. مين اللي هيقابل الخاطي التايب إلا الخادم؟ كل واحد فيكم بالذات اللي خدم كذا سنة لازم في دماغه شخصيات شافهم بيضيعوا وبعدين ربنا رجعهم تاني لحضنه. هو ده مش خبر حلو؟ ده أحلى من خبر إقامة الموت. طب ده أنت تعيش عليها بقيت عمرك فرحان، ولو شغال كده على طول يبقى عندك أخبار مفرحة طول الوقت. من رد خاطئا عن ضلال طريق يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا، ده إنجاز ما فيش بعده. في أحلى من الإنجاز ده؟ أنك تستر خطايا وتنقذ نفس من الهلاك. طب تعالوا نبص للصورة العكسية، ماذا لو الخادم مش فرحان؟ ودي ظاهرة للأسف، أن في كنائس كتيرة الخدام فيها يعني شكلهم لهم سمة خاصة كده يعني. خطورة فقدان الفرح لو خادم مش فرحان. أول مشكلة أن اللي مش فرحان مش هيكمل، لأن الإنسان الفرحان نشيط سخن، اللي مش فرحان هيقعد مش هيقدر يكمل مع أي المشكلة هيبلط بقى. لكن الشخص الفرحان في آية تقول فرح الرب قوتكم، لأن الفرحان نشيط سخن. فسبب غيرة أي خادم أنه هو جواه فرح. فحاسب لو الفرح راح من حياتك ما أسهل أنك يجي يوم الخدمة خليها المرة الجاية بقى. لكن لو أنت فرحان هتبقى مستني تصحى بدري. مع فقدان الفرح يحصل بسهولة يأس، استسلام ويأس، لأن الفرح ضد اليأس عموما. مع فقدان الفرح تلاقي عدوى الإحباط. خلي بالكوا شبابنا كتير منهم طفش من الكنيسة، لأن الشباب بالذات
بيدور يفرح، فلما بيجي يلاقي شمامسة مكشرين وأمناء خدمة عدوا السن القانوني ومكشرين برضو طب هو يدخل ليه؟ شوية أصحابه اللي على الناصية على الأقل بيضحكوا في وشه، خطر. لكن لو دخل واحد تعبان نفسيا ولقانا كلنا مبتسمين ومبسوطين هيقول أنا عاوز أقعد هنا، أنا عاوز الجو ده. من فقدان الفرح كمان توقف الكرازة. الكرازة مرتبطة بالفرح بشكل غريب. الكرازة يعني امتداد الكنيسة عموما، حتى انها تلم عيالها، ما هو ده كرازة برضو، انها تطلع الشارع وتجيب اللي طلعوا وما رجعوش. الخادم الفرحان جذاب، فيقدر يكسب النفوس البعيدة. لكن الخادم اللي مش فرحان ملوش جاذبية، ملوش، ممل. فقدان الفرح كمان يجيب عسرة، لأنه الطفل ببساطة بيحب الوش البشوش، يحب جو الفرح، يحبش النكد والزعيق والكآبة. والمسيح بيقول الأطفال هم أصحاب السماء، هم أصحاب الكنيسة. طب إحنا عمالين نعسر في الناس لأن إحنا مش فرحانين. تصور واحد روحاني دايما متضايق، يبقى بلاش منها الروحانية دي، بلاش، شكلها هي المشكلة. طيب إزاي الخادم يبقى فرحان؟ أول فرحة تحصل عليها إنك تشتغل توبة طول الوقت. بصوا أحباء، الفرح مش ابتسامة ترسمها على وشك، لا ما تجيش كده. الفرحة مش نكتة تضحك بيها نفسك والناس، لا. الفرحة الحقيقية لازم تطلع من جوه البر، وتطلع من جوه يعني توبة. لما بتتوب بجد، تقف تصلي بحرارة وتغسل نفسك قدام ربنا، تطلع لازم منور، لازم تطلع مبسوط. عشان كده أي خادم مش بيعرف يتوب هو الحقيقة منظر خادم، لكن هو عبء على الخدمة، هو لسه ما دقش يعني إيه خدمة. لكن التائب هو اللي بيعرف يخدم صح. السامرية الوش بتاعها كان منور بعد ما قعدت مع المسيح، جابت البلد كلها. ليه؟ لأنها وهي قاعدة معاه تابت، اعترفت، فرحت بالماء الحي، حبته، قررت جواها انها مش هترجع لبيتها اللي كله غلط. لما عملت كده انطلقت. فيبقى اذا ما كنتش فرحان، المشكلة مش في الظروف، المشكلة انك مش بتتوب كفاية. ادخل اقفل على نفسك، صلي كويس، توب، هيطلع وشك منور، تستعيد فرحك، ساعتها ايه تشتغل خادم مظبوط. تعبير جميل يقول وهوشع: ارجع يا اسرائيل للرب الهك لانك تعثرت باسمك. تعثرت او معناها تكعبلت، العثرة في الانجليش معناها كعبلة، واحد اتكعبل بالظبط كده. فانت كعبلت روحك بخطيتك، قوم بقى ايه ونفض هدومك وكمل. خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. يعني حتى في العهد القديم بيقول لك مشوار التوبة ده مش صعب، خد كلمتين وتعالى لربنا قولهم وخلاص. هتقول ايه؟ قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. يعني حتى ما تجيبش ذبائح معاك، تعالى قول له قبلنا وسامحنا وارفع الخطية، وكفاية الكلمتين اللي بنقولهم. تعبير جميل في أرميا يقول ايه؟ انا سمعت فرايم بينتحب بيقول له: يا رب أدبتني فتأدبت، اصلا انا عامل زي العجل غير المروط، يعني مهما ظبطته مشاغب. توبني فأتوب لأنك يا رب إله. كل ما تلاقي نفسك مش فرحان على طول إلجأ للتوب. أنا مش فرحان، مش مبسوط اليومين دول، ناقصني توب. طيب تاني حاجة تخلي الخادم فرحان إيه؟ الإنجيل. الإنجيل في سر فرح. مش ممكن يا أحبائي تكونوا بتقولوا آيات وتوعظوا بالإنجيل وترجعوا مكتئبين. اسألوني أنا وأنا غاوي الحتة دي، مش ممكن. كلمة ربنا تفرح اللي بيقولها وتفرح اللي يسمعها، فيها سر. كلمة ربنا فيها سر فعلا. يقول: وجد كلامك، لقيت لقية كده، كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلب. واحد جاي له نوبة كآبة مش عارف يفرح، عنده حلين: يدخل يصلي ويطلع دمعتين ويعتذر عن اللي عمله هيفك، يمسك الإنجيل ويقعد يعيد في الإصحاح اللي قصاده
مسافة نص ساعة هيفك ويفرح. وجربوا الحل ده يا جماعة، ما هوش حل غريب ولا بعيد، فعلا كلمة ربنا مفرحة. بالك لما تقولها بقى، ما انت بتقولها وبتسمعها وانت بتقولها، فالخادم عنده مجال للفرح لأنه بيتكلم بيقول كلام ربنا. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم وفر. كل ما تحب الإنجيل أكتر تكتشف أن كلمة ربنا دي زي الثروة، فكل إصحاح بالنسبة لك صفقة، كأنك كسبت قد كده مع كل إصحاح تذكره، كل آية تحفظها غنيمة، فتبقى فرحان قوي. حفظت آية، حفظت إصحاح. النفس السخية تسمى المروي هو أيضا يروى. يعني إيه؟ لما سألنا زمان أبائنا، الواحد بيخاف من كتر الكلام، نقعد نتكلم عن ربنا كده وخلاص. فكان أبو موسى دايما يقول لنا الآية دي، ما تخافش وانت بتروي بيحصل لك إيه؟ بتتروي. فما تخافش اتكلم، يعني مش على طول طبعا، بس يعني اتكلم، لأن وانت بتتكلم الكلام بيخبط فيك برضو، فبيفيدك زي ما بيفيد السامعين. تالت حاجة تفرح الخادم، يبقى أول حاجة تخليك خادم فرحان توب، اتنين اقرأ وذاكر الإنجيل، تالت حاجة المذبح. كلنا أحبائي كخدام أرثوذكس بيبقى عندنا تارجت كده، عاوزين كل الدنيا تيجي تتناول في الآخر، لأن احنا عندنا ثقة كده بسيطة طبيعية إن اللي تناول ده لو مات دلوقتي دخل السماء، مش كده؟ لزق في المسيح، احنا عاوزين اكتر من كده، يعطى لمغفرة الخطايا وايه؟ حياة ابدي. طب عمل بلاوي الدنيا خلاص بقى اتشالت كلها. طيب انت متضايق، ما سر الفرح كله على المذبح، السماء كلها على المذبح، الابدية كلها ببلاش اهي، تعال اتناول، متضايق ليه؟ فانت كخادم لما تلاقي نفسك مثقل بهموم، مخنوق من الظروف، متحارب بخناقة في دماغك، عندك تصلي في مقطعك، تشبع بالإنجيل كويس، وبعدين تجري على المذبح، فتلاقي نفسك فرحان. عشان كده أنا شخصيا بلاحظ ملاحظة غريبة، إن في الصوم الكبير أغلب الناس نفسيتهم أحسن، الناس بتوع الكنيسة اللي بيتناولوا يعني، أي حد صدقوني، مع إن إحنا مش بناكل كويس ومحرومين من حاجات، يعني ما بتاكل بقى ايه، فول وطعمية، طعمية وفول يعني، ففي الموضوع وتضطر تقعد للساعة 3 عشان القداس مثلا، وبطنك توجعك شوي، مع كل ده تلاقي اغلب الوشوش رايقة والنفسية هادية، لان في سر بيحصل ملوش علاقة بالاكل والشرب والحاجات. القي على الرب همك فهو يعقولك، كلنا بنعمل كده، نرمي الهم على ربنا اللي فوق المذبح، ما هو موجود قصادك اهو. لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، فرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. الثلاثي ده بتاع القداس على فكرة، احنا في القداس بنعمل دول، بنصلي ونشكر ونفرح، وهي دي مشيئة الله، ربنا عاوزنا مبسوطين مصلين شاكرين، هو عاوز كده. رابع حاجة تخليك خادم فرحان، فرح الخدمة. يبقى أنا مش فرحان كخادم، ناقصني توب أو ناقصني إنجيل أو ناقصني مذبح أو ناقصني خدمة أو ناقصني كله. فرح الخدمة، الخدمة نفسها مفرحة صدقوني. ما تعالجوش المضايقة بأنك تكسل عن الخدمة، أكيد كلكم جربتوا، تبقى متضايق تنزل الخدمة ترجع مبسوط، تقعد يومين ترجع متضايق، يبقى لازم خدمة كل يومين، يعني خلاص انت بتتضايق كتير ففرصتك تخدم كتير. عالجوا المشاعر النيجاتيف دي بالخدمة، لان في الخدمة بيحصل حاجة من غير ما تحس، انت بتطلع برا نفسك من غير ما تحس، دماغك راحت في حد تاني، بتريح حد تاني، بتساعد حد تاني، فالحركة دي سر علاج اي حزن، انك تطلع برا نفسك. أول ما تبطل خدمة ترجع جوه نفسك، فتلاقي جوه خرابة، جوه مشاكل، فتتضايق. يبقى أنا ناقصني فرح، يبقى ناقصني خدمة، طب ما نزود الخدمات اللي بالذات فيها تعامل مع الآخرين، يعني فيها رحمة يعني. كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب،
كل حين. ده شغل ربنا، ربنا خدوم بطبعه، ربنا يحب يقول يصنع خيرا، طب ما تعمل زيه. مكسرين في عمل الرب كل حين، يبقى كتر خدمتك. كنت جعت أطعمتموني، عطشت سقيتموني، غريبا أويتموني، عريانا كسوتموني، كل ده يخليك فرحان وإلى الأبد فرحان كمان. الغارس والساقي هما واحد، يعني نوع الخدمة صدقني ما يفرقش كتير. ما تقولش أنا اللي ابتديت، أنا اللي كملت، أنا اللي غرست، هو ساقى، أنت مش بتتعب، خلاص خلاص مش مهم مين عمل إيه، المهم إنك تعبت. كل واحد هياخد أجرته حسب تعبه. خمسة، من أسرار الفرح في حياة الخادم، عشان تبقى خادم فرحان اتعلم تشجع، اتعلم تشجع. ربنا يسوع كان مشجع جدا لكل اللي حواليه. احنا في الكالتشر بتاعنا نميل للنقد والهدام غالبا، يعني تلاقي الأم دايما شايفة عيالها ناقصهم حاجة، والأب عاوز البيت 10/10، حتى لو 9/10 يدخل يزعق، والمدرس وشه كئيب وطول النهار يشخط، والمدير بيدي خصومات للموظفين، وأمين الخدمة مش راضي عن خدامه أبدا. ده إيه العيشة دي؟ صحيح حاجة فعلا تضايق. ربنا يسوع بقى لو عنده شوية خدام زيكم كان قاعد يقول فيهم شعر ويشوفهم حاجة كبيرة قوي، عينه حلوة، اعتبر السامرية حاجة كبيرة والمجدلية حاجة كبيرة، وبطرس اللي أنكر معتبره راعي خراف. ده إيه التشجيع ده كله؟ لما أنت تشجع هتتشجع، فالتشجيع دايما يصب في الفرح، يطرد روح الكآبة. شجع نفسك، يعني ما تبقى متضايق، مش كفاية بخدم، طب ما دي نعمة كبيرة، بدل بخدم أنا مش عاوز أحسن من كده. شجع الخدام اللي حواليك، افضل دايما أشكر فيهم وفي تعبهم وأقدرهم. شجع بيتك، لأن ساعات أقرب الناس يكونوا ناقصهم تشجيع. شجع ولادك، شجع أخواتك، امشي شجع طول النهار، هتلاقي نفسك متشجع وفرحان جدا وبتعمل حاجة مهمة وتفرق معك ومع كل اللي حواليك. آخر حاجة اختم بيها، عشان تبقى خادم فرحان افتكر ان الفرح وصية. انت كل عارف كويس وصية صلوا، عارف وصية صوموا، عارف وصية لا تدينوا، طب انت ليه مش عارف وصية تفرحوا؟ ما هي وصية، انت طول النهار كسر الوصية دي وضميرك مرتاح. لا، دي وصية لازم تنفذها زي غيرها، وطالما اتقالت كوصية معناها انك انت تملك تبقى فرحان او تملك انك ما تبقاش فرحان، لانها متقالة كوصية. يبقى لو عملت اللي فات هتبقى فرحان، لو شجعت هتبقى فرحان، لو قريت الانجيل هتبقى فرحان، لو تبت فرحان، لو لزقت في المذبح فرحان، لو ريحت الناس فرحان. فيبقى بدل بيقول لك الكتاب افرحوا، يبقى عندك حاجة تتعمل تفرحك. يقول لا تكون إلا فرحا، ده ممنوع بقى الحزن، ممنوع الكآبة، يعني بالذات مع شعب ربنا. في نحمية 8 يقول لهم لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. طبعا احنا مش بنلغي حزن التوبة، لا، ده حزن التوبة ده مقدس، لكن حزن الدنيا اللي حزين على نفسه واللي حزين على فلوسه واللي حزين على صحته واللي بيتحسر عشان الناس كبسوه، يا ابني ليه بتعذب روحك بالكلام ده؟ لا تحزنوا الحزن الرديء ده. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. كل حاجة حطها في الصلاة والشكر. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم في المسيح يسوع. تعالوا نراجع، عشان أبقى خادم فرحان أعمل إيه؟ ها؟ توب، ها؟ افرح بالإنجيل، افرح بالمذبح، افرح بالخدمة، شجع كتير، افتكر إنها وصية. قولوا تاني، عشان تعيش فرحان كخادم افرح بالتوبة، افرح بالإنجيل، افرح بالمذبح، افرح بالخدمة، شجع على طول. إلهنا كل مجد وكرم.